شفنا مسلسل القاصرات اللي تأثرنا بأحداثه جدا وزعلنا بسبب الكبت والظلم اللي كان بيحصل للبنات، وللأسف ده مش مجرد مسلسل بل وحقيقة بتحصل لبنات كتير في مجتمعاتنا الشرقية، بل وبتصل إلى إنها تعتبر أحد أشكال الجريمة والعنف اللي بيحصل ضد المرأة. هل توافق إن يتم عقوبة الأب اللي بيفرض الزواج على بنته أو بيجوز بنته في سن صغير؟ تعالوا نشوف رأي الناس. موافق إن يتم عقوبة الأب اللي بيفرض الزواج على بنته أو ما يعرف بزواج القاصرات إن يتم عقوبته؟ موافق طبعا. ليه بقى؟ لا ده بيأثر في عدد السكان مستقبلا، لما بيتجوزوا بدري فبيخلفوا كتير قوي. طبعا موافق. ليه بقى؟ عشان الحاجات دي المفروض تبقى يعني رأيها هي، المفروض هي توافق او ترفض، ده رأيها هي، ما حدش يتدخل في الموضوع ده غير هي. طبعا، لان هو بيعمل ان هي دي هتروح تبقى بنت هي لسه صغيرة، هي ولا هتحل المشاكل تعب اطفال او مشكلة في اي حاجة، مش هتبقى فاهمة هي متجوزة ليه، هي متجوزة هل هي خدامة ولا هي في حب ولا هو في بيت ولا هي في عشرة كده، بتحصل مشاكل كبيرة. يعني لازم يبقى على مستوى النضج، يعني ما يمشي اكتر من سنتين يبقى فرق بين الراجل والست. طبعا اوافق، لان هو كده يعني هو مش بيأثر في بنته بس، هو بيأثر في المجتمع كله، لان انت كده انت يعني انت بتولد جيل يعتبر ما فيش اصلا، انت فين الام اصلا، ما فيش ام. الحقيقة يعني هو ولا يكون في عقوبة لو ده في ضرر على البنت بشكل كبير، ماشي، وضرر على نفسيتها وصحتها وجسدها، ماشي، لكن لو ما فيش ضرر هيقع عليها سواء كبير او قليل، الحقيقة ما شوفش ان هيبقى في عقوبة، لانه عادي، يعني الاولوية ان البشر بيتجوزوا بيتكاثروا. مش موافق ان هو يعني يتعاقب لو مثلا كسجن او كتغريم او كده، لان هو في الاول والاخر هو الاب، ف يعني اظن انه هيبقى عارف مصاحب بنته اكتر. يتعاقب عشان البنت بتكون لسه ما عاشتش الطفوله بتاعتها الكافيه، بتكون لسه البنت عقلها لسه ما خدش الوضع اللي هي عايشاه، الحياه لسه ما عرفتش، لسه ما اتعلمتش حاجه، فبتدخل تتجوز. طبعا ده بتزود نسبه الطلاقات اللي احنا عايشين فيها اليومين دول، الطلاقات بقت اكتر من الجواز دلوقتي. اكيد طبعا لازم يتعاقب. ليه؟ ما ينفعش، يعني السن بيبقى صغير للبنت، ما ينفعش الجواز وهي سنها صغير. والله مش كل الحالات زي بعضها، وفي ناس بتعمل كده اللي هو عايز تخلص منها، حتى لو هي يعني بيبقى في افوره في الكلام دوت، يعني ممكن تكون بنت عندها 12 سنه زي الجو زمان قوي، كان زمان البنات ممكن